بخصوصيه الولي البير الارتوازي نتاع مشتى ولاد عواج، والله تمنيت يعني انا مشتى ولاد عواج. اسمح لي يا شيخ نكمل الانشغال ولكم واسع النظر، لكم الوقت باش تهضروا. مانيش نستنى من السيد الوالي باش يعطي لي وعد ولا نستنى منه باش يقول لي حتى حاجه، بصح تمنيت يسمعني كجزائري وطني يحس بالبلاد كما نحس بها انا. 2006 وجد الفراج، 2023 ما عندناش الماء، 2011 جات صون الغاز دارت ترانسفورماتور والكونتر ويتسيتيرا، انفيستينا خلف علينا ربي انفيستينا درنا. انا درت 18000 بلان بعد ما كانش الماء، هاك في المواني نجيب، هاك في المواني نجيب في 4 سيترن بور 4000 دينار شاك سيمان، بصح مانيش قادر. بصح هذا المشكل، المشكل هذا مش تاع اليوم سيد الوالي، هذا قلتم سيادة الوالي اني نتبعكم عن كثب. هذا التراكمات هذه راني نتبعكم عن كثب، رانا رانا دوكا نحلوها ولكن لم نشخصوا الموضوع. اي صح تري بيان، دوكا الفراج هذا واش خصو سيد الوالي؟ واش خصو ديريكت؟ شوف نروح مباشره، انا جيت في 2022 خلينا نعمل الفوراج نيجاتيف نيجاتيف خرج له خبير خاص على سيد الوالي ديروا فوراج سيد الوالي خرجت خبير درت بون كومون خرج لي الفوراج نيجاتيف درت مراسله للمورد المائي مدير المورد المائي باللي الفوراج هذا خلاص وجدت هزيت على عاتقي دراسه تاع ثلاث مناقب ارتوازيه صح مشتى البعزيه ومشتى ولاد عواج ومشتى الملك حلم على نار صح قسمت لها البعزيه هذه اللي هذه تاع ولاد عواج هذه وراه ليتيد ليتيد اي فلان راش مازال ما بعثوهاليش كي بعثوا لنا ليتيد ابعثها لنا ليتيد احنا نجسدوها ليتيد انا زدت على عاتق البلديه انا نمن انا انا والله انا اثق في القانون الجزائري انا واحد من الناس اللي عندي ثقه عمياء في القانون الجزائري قانون متين جدا لكن القائمين على العمل بالقانون يعني ما نقولوش اشخاص معينه لكن كاين تلاعب لو كان الفرج هذا انفيستيت راس مليون 2011 دوبوي 11 دركا مازال قطره ما كانش راني قاعد نموت نحوسك شي حاجه مستعجله كانش امر استعجالي خلصوه الفراج رئاسية الولي الفراج كملوه 2008 بي سي دي الفراج كملوه انا انا الامر المحير والله المدير تاع الدروي انا الامر الوالي ما عندنا مشكل دقيقه هذا مشكل كبير استنى هذا مشكل كبير استنى بالسياسه كيس باش قالوا الفراج في 2006 ولا 2008 وخلصوا وكلش وخرج نيجاتيف والسيد دار دراهم وقال ما كان والو هذا خدموا في الكادر دي بي سي دي سيد الوالي ايوا À l'époque, il y a 2006, mais quelques débits. Même il y a ربع عام. وراح منه الماء حتى 2021 باش قالوا دي بي ان سوفيزون. لا يا هذا هو مربط الفرس سيد مدير الموارد المائيه جيت كل المكتب حدثت معك في هذا الموضوع كجمعيه راسلنا كمجموعه فلاحين راسلنا كمواطنين الاحرار راسلنا انا باش نطمنك انا نفتح فيها هكا كي بغيت سياده الوالي انا اللي تسبب لنا في هذا الضرر كنت تخرجوه للتيره وتعطيوه جلده واحده هذا راح يكفينا جلدوه مره فاهمك لا 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 فاهمك لان هذا تمادي كيفاش حنايا نخسروا الدراهم ومن بعد ما نلقاو شي هذاك هو اللي غاضبني انا مش حليت الماء تسبيت بغيت الناس اللي دير هكا تبدد هذا الماء بغيتهم يدعوا التحقيق باش نتاكدوا انه كان هذا الماء ما يعني الناس اللي هادو خلصوا وداو الدراهم والدوله يعني دارت مجهود وحشدت اموال باش نتوما تخفف عليكم الضر فاذا به ما كان والو مقتنعين حنا سياده الوالي باللي الدوله في خدمه الشعب هذه لكن المشكل بقى في الذين يخدموننا هما اللي ماهمش قايمين بالمسؤوليه تاعهم لماذا؟ لغياب الردع القانوني هذا الانسان هذا اللي تسبب لنا في هذه المشاكل هذه لو يتعاقب راح يوصل الرساله اللي جايين منه هكا يخدمونا بصدق اوكي هذا ما كان